ولكن نبقي ننزل في الشارع رفقة بالموريتانية بين نعرف عن نزول الشارع ثقيل على موريتانيا. ثقيل على الأمن الموريتاني، والأمن الموريتاني أمننا نحن، ولا نقول ذاقر عليه. ويالله السياسيين اللي بيننا احنا معاهم مشكلة، حزب الإنصار والأحزاب اللي معاه يالله يسووا معانا مشاكلهم من دون إقحام الأمن وإقحام الشرطة وإقحام الدرك وإقحام الجيش وإقحام القرد والحرس. يالله يعودوا فيه من الشجاعة ومن الضمير اللي يسووا معانا مشاكلهم من دون إقحام الأمن. يعرفوا عنهم منين نتقابلوا معاهم لين نديرهم التحرير الى ما سمت لهم التزوير. واحد هو اللي قد سمته ما قد يقدرون، وقال بالتزوير بعدين قابل يموت. هذه الازمه هم تجروها الموريتان، وانا حامد المولانا اللي الرئيس من اجل البارح والغزواني حل هذه المشكلة وقال اعطوا للناس الظاهر اعطوهم حق. ودين الظاهر ما أننا متلندين ولا أننا طالبين ولا أننا خايفين ولا أننا طامعين الفوق يوم الحد في ساحة المطار القديم.